أن أرفع قضية لمحكمة العدل الدولية. هل من إنصاف يا لهاي؟ أي ظلما يسلط على رقاب الآخرين؟ أي فريق ينتصر ويستمتع ويتلذذ بهزم الآخرين مرات ومرار تكرارا والتواليات؟ أي برصة يا سادة؟ أي برصة يا سادة يواصل العبور؟ أي برصة يا سادة يواصل التألق؟ سلاحهم غير قانوني، جمعهم لميسي وسواريز ونيمار في نفس العهد والفترة ظلم للآخرين يا سادة. أيتها العدل الدولية تدخلي، يا لهاي تكلمي. فريق يسيطر وسيسطو، يسلطن ويتسلطن، وسيواصل العزم المنفرد في عالم المستديرة. عامكم برسا وقادمكم برسا، حاضركم برسا وغدكم برسا. الله منك وعليك يا البرسا. بين ناطق عاشق وبين منافس يريد إيقاف الزحف، من سيظفر في الخواتيم يا لبنان؟